ازيك ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بصوا، هنوريكم النهارده كده الخدادية بتاعت السرير بثلاث طرق. تمام. هنا معانا خدادية اهي، دي بتتقسم متر. تمام اهي، واضحة كده؟ دي بقصها من متر قماش. خلاص، بجيب المتر وبجيبه من عند بدخل من عند البورسل كده لجوه لجوه كده، متر وعشر، اللي هو 55 و55، فيبقى الطول الكلي كده معايا متر وعشر. خلاص، بقوم قسمها نصين كده. احنا معانا كده كده اصلا عرض القماش 2.40 متر، بقوم قسمها نصين، وجايه من هنا كده بقوم فتحاها الفتحة دي عشان اخلي الوش لوحده والظهر بالقلاب لوحده. تمام، بس هي بتبقى متصلة على بعضها كده، تبقى ماسكة كده في بعضيها، والوش والقلاب بالظهر مع بعضه. اما بنيجي نخيطها بنعملها كده. تمام اهي، ادي الوش وادي الظهر. القلاب بيبقى الوش بيبقى هنا، والقلاب بيجي عليها كده من فوق. تمام كده، وبتتخيط الايه، الثلاث جوانب بتاعها، الثلاث جوانب بتوعها. دي طريقة، دي كده بتطلعي من متر خداديتين من عند البورسل لجوه، بتدخلي متر وعشرة، اللي هو 55 امام 55 خلف، بتقسميها بالنص وتشقي وتاخدي الطول بقى بتاع الخدادية 75 سنتي، والناحية التانية بيبقى الظهر بالقلب. تمام، دي واحدة، دي طريقة. الطريقة التانية ان احنا بندي خدادية متصلة 55 في متر و70. تمام اهي، دي متصلة على بعضها، بنثني الحروف بتاعتها تانية في تانية زي كده، وبعدين بنقسمها 75 قدام و70 ورا، والباقي بيبقى هو القلاب، بيبقى بالمنظر ده كده مثلا. مثلا دي كده 70 قدام 70 ورا، بتبقى كده، وبعدين القلاب بنجيبه عليها كده وبتتخيط من الجنبين بس. تمام، ديت بنطلعها من ايه؟ دي بنطلعها يا اما من المتر، انا مثلا بقص سرير متر و60، بقص المخدتين والخدادية متر و70. تمام، بطلع مخدتين لوحدهم حسب عرض القماش معايا، 2.30 متر بطلعها 91 سنتي عرض. القماش اللي هو 2.40 متر زي المصرية والعمرية والحاجات دي، بقصها اكتر من 91 سنتي. يعني انا ممكن بطلع الخدادية 55 وبقية القماشة بقسمها على 2، بتطلع مرتاحة جدا المخدة وسعها حلو. ما بحبش الحاجة تكون ضيقة، عشان يعني ايه الفرق بين التفصيل وبين الجاهز؟ لو احنا عملنا نفس المقاسات بتاعت الجاهزة يبقى احنا ما فيش فرق ما بيننا، يبقى ما نريح دماغنا احسن يعني. تمام، فانت ديت بتطلعيها من المتر و70 مثلا، بنطلع منهم مخدتين وخدادية، او مخدة وخداديتين. تمام، والخدادية التانية احنا كده لو هنعمل طبعا مثلا 5 قطع، بنطلع من المتر و70 بنطلع مخدتين وخدادية، الخدادية التانية تطلع من 55 سنتي من القماش نفسه اللي احنا بنعمل منه ملاية الطقم كله عامة. خلاص، وبنقص دي طولها متر و70، المخدة 70 و70، والباقي القلاب. تمام، ادي كده تاني طريقة. الطريقة الأخيرة معايا، لما يكون عندك طقم في رسمة زي كده، وانت عايزة الرسمة تبقى على وش الخدادية. خلاص، دي انت بتقصي المتر و70 اللي هتطلعي منهم المخدة والخدادية. تمام كده،
بتشوفي الرسمة الصغيرة من عند البرسل، يعني هو كده انا هنا ديت علشان كنت عايزة اظبطها، يعني فكده كده القماش انا بطلع الرسمة دي انا مطلعاها من عاملاها مخدة وخداديتين. ديت عاملاها مخدة وخداديتين من 1.70 متر، تمام؟ فانا مش عايزة الرسمة تبقى كده، انا لو مشيت على نفس الرسمة بتاعت يعني اتجاه القماش بالقص بتاعي هتبقى الرسمة كده واقفة. احنا اكيد مش هنبقى موقفين الخدادية كده على السرير، بتبقى نايمة كده، دي عدلة الخدادية بتاعتي. فجيت رحت قصيت عادي الناحيتين، الخداديتين والمخدة الأول، بعدها رحت جايبة بقى اللي عليها الرسمة دي، رحت جايبة دي 75 عشان دي الوش، أنا عايزة دي 75 × 55 عشان دي وش الخدادية بتاعي، تمام؟ وهنا الناحية التانية اللي هو 55 التانيين اللي أنا كده كده كنت قصاهم، جبتهم من الحتة السادة. انت حسب بقى البتاع، يعني الرسمة عندك حسب الرسمة في القماشة عندك، تمام؟ جبتها ديت كده 95، 75 و20 القلاب. بطني بقى هنا دي الأول كده، تمام؟ التانية اهي، وادي التانية اهي اهي، تمام؟ بتجيبي بقى تحطي الوش في الوش، خلاص بتجيبي كده. دي بالنسبة للطقم اللي هي بيبقى فيه رسمة حكماكي، ان انت عايزة تظبطي الرسمة الصغيرة بتاعت القماشة على ايه، على وش الخدادية. ادي كده بتحطي الوش في الوش، خلاص تحطي وش القماش في وش القماش، وتقومي جايبة القلاب برضو عليها كده، خلاص، وبتخيطيها من الثلاث جوانب كده، وتحت والجنب تاني، تمام كده. دول ثلاث طرق. الطريقة ديت بتتعمل معاكي في يعني في القماش اللي هو بيبقى فيه رسمة زي كده، طابلوهات زي كده، عايزة تجيبيها على الخدين من قدام، تمام. الطريقة الأولانية براحتك، يعني الطريقة الأولانية دي براحتك انتي بقى، يعني عايزة طقم يعني بالنسبة للخداديات بالذات، لا عادي لو مثلا عندك طقم مطلوب منك 4 خداديات، فانت بتجيبي ممكن تجيبي 1.70 متر، متر يعني يعتبر 2.25 متر، تطلعي منهم ال4 خداديات، لان احنا معانا عرض القماش 2.40 متر، الخدادية الواحدة 55، 55 و55 1.10 متر، 1.10 متر و10 متر، يبقى كام؟ 2.20 متر، يعني هيتفضل كمان معاكي من 2.25 متر 20 سنتي، خلاص كده. فانتي يا اما بتجيبيها كده 2 متر وتعمليها بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة دي كده، يا اما بتجيبي 2.25 متر وبتقصيها من عند البرسل 55 4 مرات في الطول، معاكي 1.70 متر، فيبقى كده الخدادية معاكي متصلة، الخدادية معاكي متصلة. او تعمليها بالطريقة دي، بس دي الطريقة دي بتحتاج متر. لما بتجيبي متر الا ربع عشان تقصي بالطريقة دي، القلاب بيبقى صغير قوي، القلاب بيبقى صغير قوي، لان يعني في قماش كنز مش كله 2.40 متر، في قماش 2.30 متر، وفي قماش 2.35 متر، فده طبعا بيعجز معاكي في القلاب. القلاب بتلاقيه قد كده، صغنن قوي، يعني ما اصلا ما بيقفلش على الخدادية اساسا، يعني غير ما انت عاملة كده القلاب، بصي عاملة كده القلاب مرتاح، القلاب كده حلو جدا، بصوا المقاس بتاعه. التانية عشان تعمليها بيبقى مثلا نصه، بيبقى نص القلاب مثلا كده، بيبقى ده نص، بيبقى ده مثلا المسافة بتاعته زي الجاهز بقى، هو الجاهز بيعملوه كده اصلا، وساعات بيعملوه اللي هو يعني الوش في الوش، بصوا يعني الجاهز ساعات بشوفها كده، والله شفتها كده، بصوا بتعمل كده بالظبط اهي، ويبقوا مخيطين هنا، عاملين هنا فرماتورة، خلاص كده ادي الخدادية وادي القلاب بتاعها.
ده بالنسبه للجاهز، عشان بيقصوها حوالي متر ونص، مش بيقصوها زي ما احنا بنقصها كده. تمام، فعندك اهو 3 افكار من الخده دي، انا برضو خيطتها قدامكم، هنزل لكم الخياطه بتاعتها. تمام، ويا رب يكون الفيديو سهل وبسيط عليكم، لو في حاجه مش مفهومه اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اشرحها لكم تاني. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.